صباح الخير أحبائي وأعزائي مع قناتكم قناة كنص الملكة والأمير وكل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين عام سعيد وعام جميل كما المعتاد بنعلق ونقول ونشكر كل إخوتنا اللي علقوا سواء مسيحيين أو مسلمين عندنا إي جي بيقول على الأقباط فعل نفس الأمر وبيقول وتتحرق مصر. ونعمل نفس اللي هما بيعملوه والعين بالعين والسن بالسن الكلام ده آسف فقال. غير حقيقي لأن المسيح قال لا تقل العين بالعين والسن بالسن بل من لطنق على خدك الأيمن حول له الأيسر أنا مش فاهم هنا سميرة ولا سامية بتقول أنتوا شلتم الصور ليه مش عارف تقصدي الصور ايه بالظبط ولكن بنقول لك برضو شكرا على تعليقك الجميل يعني انت صديقه لينا وربنا يحميكي ودايما تبقي باستمرار احسن وافضل انا بحب اعمل كل حاجه قدامكم دايما باستمرار عندنا الاستاذ نادر بيقول بلاش اخت حنان ترك لان هذا ليس اول موقف تتخذه ضد المسيحيه وهذه ليست اخت ولا حاجه احنا بطبيعتنا كمسيحيين بنقول ان ربنا يسامحها واكيد ربنا مش يعني مش هيسيب ولاده لان ربنا عظيم وجيد هنا في الحجه عبود بيقول جوزها محمود مالك أخو حسن مالك القيادي الإخواني وقتلوا جوزها الشاذ في السجن سنة ألفين أيام حكم الإخوان لإنه هددها فيديوهات فيها شذوذ جنسية وهي ما بتتضح يعني عايزين نقول سعادتك ربنا يستر عليها هنا سميرة بتسأل لويز بتقول هو حضرتك قناة إخبارية؟ ولا قناة إخبارية دينية ولا مش لاقي حاجة تقولها والله أقولها تعليق الجميل واللي انت شايفاه صح إعملي يعني انت لو شايفينها قناة مش اللي انت راغبة فيها في قنوات كتيرة متنوعة زينا وبتقدم برامج أفضل أكيد مننا يعني هنا فيلو بيقول مش عارف أنتوا مدينها حجم أكبر بكتير من حجمها. ووصلك للعز... لل مش عارف ايه عشان بقى, بقى لها كتير ما حدش جاب سيرتها هي طبعا هي نفسها انها تبقى مصدر لل... للأضواء عشان محدش بقى يسال عنها خالص كمان ال... الاخ ايه ايه يقول غير معقول ده كده بيجيب تعصب ومفيش محبه اشمعنى احنا بنحترمهم في ربنا قادر يجيب ظنهم يخيب ظنهم واحد كمان هو مش متفق بأعدادهم يعني نشكرك على تعليقك وتعليق جميل الأخ سمير مجدي أو مجلي بيقول الشمس تشرق على الأشرار والأبرار طبعا ده كلام مسيحي كلام جميل كلام معقول برضو شكرا لحضرتك وكلام ماهر بيقول أيضا برضو في ستين ألف داهية نقول له يعني فيش داعي للكلام ده أستاذ ماهر إحنا مش عاوزين يحتفلوا كل عام ليسوع المسيح انتي أنت نكرة ومضيها نوال بتقول أنت نكرة ومضيك غير مشرف طبعا كلامك يتخذ في الاعتبار وكلام تعليق جميل برضو نوال كمان بتقول برافو معرفش تقصد مين برافو يعني شكرا ليكي وهنا مينا ولا نيني بتقول وحوش شكل شكل انسان هو يصدق عقل طيب دلوقتي كمان جات لنا تعليقات والانتظار التعليقات المنتظرة ديت أحمد حلمي بيقول قبل ما بديل شهادة الإشهار يروح يعمل محضر في الاسم تمام شكرا ليك هنا جوز بيقول ربنا موجود على ذبحوها الخونة دي أيام رانيا عبد المسيح هنا وفاء بتقول أنا ومش أصحاب البلد وما واسأل عمر بن العاص أما الشيخ علان ترك ليها ما يعني أنا وجدودي آه هنا وايت فلاور ده صديق جميل جدا جدا ودايما بيبعت اشجار حاجات حلوه هنا ماهر همام بيقول نهني العالم بميلاد فدينا يسوع المسيح ربنا المجد المجد لله في الاعالي شكرا على تعليقك الجميل تعليق رائع فوق الممتاز ده في الاخت ايفا بتقول دي مش هي حنان ترك ربنا ينور عيونكم نحن من من حواء وآدم ولا تجادلوا الكتب إلا بالتي هي أحسن برضو كلام معقول وكلام جميل جدا النهاردة يعني عندنا مجموعة تفاصيل من الأخبار الغير عادية حنان ترك علقة سخنة لحنان ترك في الدقي زينة عيد الميلاد المجيد تزين شوارع الدقي والمهندسين يا ترى ايه الخبر رصد اليوم السابع أول شجر الكريسماس بشوارع الجيزة بالتزامن مع احتفال عيد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية السنة دي سنة غير عادية حيث تم تزيين أحد ميادين من منطقة المهندسين بالدقي بشجرة عيد الميلاد وعربة بابا نويل وزينة رأس السنة بالقرب من مبنى وزارة الزراعة، الرئيس السيسي السنة دي عامل شغل غير عادي في البلد بخصوص الكريسماس، وحرص الناس وقائد السيارات على التقاط الصور التذكارية بجوار الزينة وشجرة الكريسماس. واحتفلت الكنائس القبطية الكاثوليك وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد إمبارح في الساعة الثانية مساء بقدر جميع القديسين بالزمالك وكنيسة العذراء مريم الأقباط الكاثوليك بمدينة نصر واحتفلت كنيسة الروم الأرثوذكس صباح اليوم السبت واحتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد في كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر بحضور الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك والأنبا بخوم النائب البطريركي لشؤون الإبراشية واشترطت ضرورة الحجز المبكر للحضور والإدساد يعني شخصيات عامة ويأتي ذلك وسط تواجد على الكبير من الفرق الكشافة على مدخل كل الكنيسة بلا إضافة وجود كبير التعقيم وتوافر الكمامات والمعطر الكحولي مع مراعاة التباعد الاجتماعي حاجة فوق الرائعه وزي ما قلنا الشجر موجود شوارع الجيزه ويعني صور رائعه ويعني فوق الممتازه طيب جاءنا خبر اخر خبر قد يحزن والد مريم سمعان يستغيث بعد اعلان اشهار اسلامها وتغيير بطاقتها الشخصيه مريم سمعان بقى اسمها مريم محمد عبد الرحمن سبع شارع عبد الخالق ثروت خبر يعني مؤلم ومؤسف استغاثت أسرة مريم سمعان منصور القبطية المختفية من مطاي المنيا بعد إعلان إشهار إسلامها وأصبح إسمها مريم محمد عبد الرحمن أحمد رغم إنها مريضة نفسية وتعالج منذ سنوات وهذه كانت مفاجأة لأسرتها واندهشوا عند تغيير ورقة وتعمل لها بطاقة جديدة الجدير بالذكر أن الأستاذ سمعان منصور والد الفتاة القبطية مريم سمعان منصور استغاثة من قبل بالمستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لمساعدته في عودة ابنته المريضة نفسية والتي تخضع للعلاج النفسي وجدير بالذكر أنه كشف من قبل تفاصيل اختفاء ابنته وقال من خلال صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إن ابنته مختفية من يوم 16 تسعة وهي مريضة نفسية وخضعت للعلاج النفسي 11 سنة وبعد التشخيص تبين أنها تعاني من ضلالات الاضطهاد من أقرب الناس ليها شيزوفرينيا وانفصام في الشخصية وتم دخولها لمستشفى العباسية للصحة النفسية سنة 2019 عن طريق اسم الشرطة وتم تقييد هذا الكلام في محضر رسمي وقال ابنتي لديها قدرة عالية من الذكاء يجعلها قادرة على التهرب من الأسئلة بصورة مقبولة وسبب تدخل الشرطة هو عدم قدرتنا على توصيلها إلى المستشفى بنفسنا ودي مكانتش المستشفى الأولى بل تم دخولها إلى عدة مستشفيات في السنوات الماضية وبالمستندات وبذلك تكون فهي فاقدة للأهلية وغير قادرة على أخذ أي قرارات وقالوا إحنا قمنا بعمل عمل محضر بتغيير داخل مركز مطاي شرطة مطاي برقم كذا وقمنا أيضا بالبلاغ في وزارة الداخلية عن طريق بوابة الشكاوي الحكومية وتم إبلاغ رئاسة الجمهورية أيضا وقال أخيرا والدها رجال الأمن الوطني الشرفاء نحن نعشق تراب هذا الوطن أنتم تعلمون بالمخاطر التي تحيط بابنتي مريم فاقدة الأهلية لمرضها النفسي انقذونا فقد يكون للصمت صوت مدوي يشهده العالم ويسجله التاريخ مريم في خطر تحتاج تدخل أمني عاجل مريم مريضة نفسية مريم لازم ترجع ودي السور والحاجة اللي قلناها كمان عندنا خبر لا تتناولوا هذا المسكن فله تأثير جانبية خطرة على الصحة ويسبب الإدمان، توصلت جوليا غبريني وهي طبيبة متخصصة من مؤسسة الصيدلية الرقمية إلى خطورة تناول مسكن الكودين، الكودين الذي يعتبر علاجًا فعالًا لكثير من الحالات. محذرًا أنه يسبب تلف في الكبد والكلى، وقد قالت الدكتورة الكودين دواء يجب أن يكون الإنسان حذرًا للغاية لأنه قد يسبب مضاعفات مزمنة بما فيها الإدمان، وأضافت الإدمان على الكودين يمكن أن يسبب مشاكل عقلية وجسدية طويل الأمد مثل تلف الكبد والكلى والتهاب البنكرياس الحاد وتلف. بعض أجزاء الدماغ مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب المزمن ولفتت غريني إلى أنه على الرغم من بيع الكودين بدون وصفة طبية إلا أنه يجب استخدامه فقط عند الضرورة القصوى ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ونبهت الطبيبة إلى أن الكثير من الناس يعيشون في وهم وهو أن من المستحيل الإدمان على عقار لا يحتاج إلى وصفة طبية لشراءه وبتقول إن الكثيرين من الناس أصبحوا فعلا مدمنين وعليهم الآن التعامل مع قضايا أكثر خطورة من الألم وأكدت غيريني إن مسكن الكودين لا يناسب الجميع وإن تناوله يقتصر على البالغين والأطفال الذي تزيد أعمارهم عن 12 سنة وذلك في حالة واحدة وهي إذا لم تنجح المسكنات اليومية مثل البراستمول والإيبروفين في تخفيف الألم. خبر آخر وهو خبر رائع طارق علام يحتفل مع أبنائه بمناسبة الكريسماس وهدايا تسعدهم سوى طارق طيب العريان مقطع فيديو عبر حساب الشخصي على موقع انستغرام ظهر فيه أثناء تقديم هدايا عيد الميلاد لثلاثة أطفال بينهم ابنيه من الفنانة أصالة أدوم نقصد طارق العريان الفنان المخرج وليس الإخواني وبدت السعادة الشديدة على أبناء طارق العريان فرد فعلهم أثناء فتح صناديق الهدايا التي قدمها إليهم والدهم واللي فتحوها على الفور عشان يكتشفوا المفاجأة اللي كانوا بينتظروا داخلها طارق العريان وأبناؤه ابن طارق العريان يحتفل بالهدايا ونشر طارق العريان أيضا فيديو قصير. لشجرة عيد الميلاد التي تم تزيينها وأضيئت بالأنوار لتتناسب مع تلك المناسبة السعيدة وجاء هذا أيضا بما سبق واحتفل طارق العريان برفقة النجم عمرو دياب وبصحبة النجم محمد حمائي وعمرو يوسف وتامر حبيب بالكريسماس ونشر حمدي مدير أعمال عدد من النجوم مجموعة صور الاحتفال عبر الانستجرام واللي كانت لقت إعجاب كبير جدا جدا وعلى جانب آخر نشرت الفنانة النجمة السورية أصالة نصري في وقت سابق أمس الجمعة صور من احتفالها بالكريسماس وسط أبنائها علي وآدم طارق العريان وابنتها شام الذهبي وخطيبها أحمد هلال في أمسية عائلية بهذه المناسبة مع شجرة الكريسماس ونشرت شام عبر حسابها على انستغرام صور من الاحتفال بالكريسماس هذا العام عام جديد عام الميلاد سعيد عام وكانت النجمة السورية أصالة نصري حرصت مؤخرا على إهداء مقطع من أغنيتها الجديدة إلى زوجها فائق حسن ونشرت وكتبت رسالة رومانسية بدي أهديها لقلبك الحلو اللي مثل عمر ما شفتي بدي أهديها للطيابة وللشيامة وللشيامة واللي بروح خبر رائع وخبر ممتاز كما جاءنا خبر أيضا ولابد أن نقول تحذير شديد مما سيحدث خلال الساعات المقبلة كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس السبت وقالت في الصباح أن البلاد ما زالت تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بالإضافة إلى سطوع أشعة الشمس على كافة المناطق وأضافت إن الطقس معتدل الحرارة في الصباح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد مملوء بالدفء على محافظة جنوب السعيد شديد البرودة ليلا وقالت أيضا اليوم شاهدنا تكون شبورة مائية كثيفة تسبب في انخفاض الرؤية على الطرق وعلى كل السائقين لابد أنهم ياخدوا بالهم ويراعوا حالهم طيب الطقس القاهرة العظمى 19 الصغرى 16 الإسكندرية 19 الصغرى 12 مطروح العظمى 18 الصغرى 10 صاد العظمى 21 الصغرى 9 القنا العظمى 22 الصغرى 9 أسوان العظمى 23 والصغرى 9 وهذا ما تم نقله من أخبار اليوم خبر وهو قد يكون من أخبار أخبارنا برضه وهو خبر أخير وكما تعودنا أن نقول لكم معظم الأخبار الدينية بالإضافة إلى أخبار عامة أسعار البنزين بمحطات الوقود اليوم السبت لملكي العربية أسعار البنزين بمحطات الوقود اليوم السبت ملك العربات تقدم بوابة أخبار اليوم أسعار البنزين بمحطات الوقود بالمحافظات اليوم السبت 25 ديسمبر لمواجهة الأسعار 7 جنيه للتر بنزين 80 8 وربع لتر بنزين 92 9 وربع لتر 95 7 على ربع لتر السولار والجدير بالذكر أنها ترصد أن كل ما تريد معرفته عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات وهي المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين الجديدة وتهدف لجنة التسعير إلى تحقيق البيع لتلك المنتجات بشكل عادل. يتم تحديد الأسعار طبقا لمعادلة سعرية شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولا تنسوا اشتراككم بقناة قناة الملكة والأميرة التي دايما حريصة على أنها تقدم تقدم لكم كل ما هو جديد كل ما هو أفضل كل ما هو أحسن لكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين وإن شاء الله علي نص اليوم نحاول نقدم لكم أخبار جديدة أخبار حلوة أخبار تعجبكم وبشكركم إنتوا يعني أنا بكبر بيكم ومقدرش وماليش أي لازمة من غير مشتركيني وجمهوري الجميل المحبين سواء تعليقاتكم كانت إيجابية أو سلبية شكرا ليكم سلام الرب يكون معكم آمين وكل عام وأنتم بخير. الذي أحب كل الناس، الشخص الذي دعا قال أحبوا أعداءكم، حبوا بعضكم بعضا، باركوا لعينيكم، ما أجمل شخصية يسوع المسيح، ما أجملك يا رب يسوع المسيح. إلهام شاهين تتحدى وتهنئ تتحدى حنان ترك، وتهنئ جميع الأقباط المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد بصورها الجميلة، هنأت الفنانة الجميلة إلهام شاهين جميع المسيحيين بمناسبة اقتراب عيد الميلاد الميلاد المجيد ونشرت من خلال حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لها بجانب شجرة والكريسماس وعلقت عليها قائلا عيد ميلاد مجيد وجاءت التعليقات كذلك زوج يا رب اسعدها واملأها نعمة وفرح واخر كل سنة وانت طيبة وخير وسلام وان شاء الله كل سنه وانت طيبه وبخير وسلام يا رب قلبي ما شاء الله عليك يا قمر وكمان عيد ميلادك معايا عقبال مليون سنه وانت سعيده ميلاد مجيد لشخصك النبيل ايتها الجميله الراقيه بلا حدود عام سعيد غالي من اي واجع ومليان محبه وصحه وسلام اتمناه لك ولكل احباب يا رب العالم كله يعيش في محبه وموضة وسلام وصحه وكل سنه وعلق آخر كل سنة وأنت طيبة وبالعيد عليك على عائلتك بالخير والصحة والعافية يا ربي يا أحلى وأجمل إلهام في الدنيا كلها وكانت المفاجأة الجميلة إلهام شاهينة التي لا تفرق بين مسيحي ومسلم نشرت من قبل صورها لها هي والفنانة ليلى علوي من خلال حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحتفلان بعيد رأس السنة الهجرية وظهر في الصور وهم بجانب شجرة الكريسماس المزينة وبجانب تمثال تمثال السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار والطفل يسوع وقد هنأت الفنانة إلهام شاهين جميع الجميع بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة قائلا عيد ميلاد جميع مجيد لجميع أصدقائي الأحباء ردا على حنان ترك ردا على حنان ترك جميع الممثلين فنانون يحتفلون بالكريسماس وينشرون صورهم وردًا احتفل عدد من النجوم الفن بأعياد الكريسماس في منازلهم وشاركوا جمهورهم ومتابعيهم بالصور عبر حسابهم من التواصل الاجتماعي ومنهم النجمة ليلى علوي وهند صبري التي نشرت صورها تجمعهما بعائلتها مرتدين ملابس الكريسماس عبر حسابها بموقع إنستجرام مصحوبة بتعليق. استمع بعيد استمتع بعيد الميلاد المبارك مع العائله والاصدقاء واحبائك كما نشرت النجمه هند صبري فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع انستغرام خلال احتفالها امام شجره الكريسماس والتي ظهرت خلال الفيديو باطلاله مميزه باللون الاسود مصحوبه بتعليق ليكن لكم عيد ميلاد مجيد وجعلوا قلوبكم تكسر فيما احتفل الفنان احمد حاتم بعيد ميلاده بالتزامن مع أعياد الكريسماس وهو من مواليد خمسة ديسمبر سنة سبعة ونشر صورته في منزله وهو يرتدي ملابس مزينة بشجرة الكريسماس وعلق على الصورة ردا على حنان ترك فنانون يحتفلون بالكريسماس وينشرون صورهم حسابه بموقع انستجرام أربعة سنة كريسماس مجيد وكانت الفنانة المعتزلة حنان ترك قد نشرت تطالب المسلمين بعدم المشاركة باحتفالات الكريسماس وحرمت ذلك ناصحة بعدم تهنئة الأقباط ردا على حنان ترك فنانون يحتفلون بالكريسماس وينشرون صورهم هل يمكن تكفير محمد صلاح لارتداء ملابس بابا نويل والاحتفال بالكريسماس يستمر اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب المصري في نادي ليفربول بتقديم النموذج المثالي في دعم الاخرين والتقارب بين الشعوب حيث احتفل محمد صلاح بالكريسماس مع لاعبي الريفز على هامش مران اليوم الجمعة وظهر محمد صلاح في مقدمة اللاعبين احتفالا بالكريسماس خلال استعدادات ليفربول لمواجهة ليستر سيتي ببطولة الدولي ويحتفل صلاح كل عام بالكريسماس مع زملائه حيث شارك من قبل بم... من قبل بملابس بابا نويل وفي توزيع هدايا على المستشفيات وظهر من قبل يحتفل مع زوجته وطفلته بشجرة الكريسما وهو سبق وفتح النيران عليه من قبل المتطرفين والهجوم عليه بسبب الاحتفال بالكريسماس وكتبت وكتب أيضا الصحفي الكاتب إبراهيم عيسى في انتظار فتوى لتكفير محمد صلاح نشر صور صلاح بملابس بابا نويل وكتب خالد صلاح يشيد بصلاح ويتساءل عن موقف التيار السلفي هل سيهاجم محمد صلاح لاحتفاله بالكريسماس يحرص لاعبي كرة القدم في هذا الوقت من كل عام على الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد برفقة عائلتهم حيث الأجواء العائلية اللطيفة وفي هذا الصدد احتفل روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ ومهاجم المنتخب البولندي بعيد الميلاد المجيد مع زوجته أنا سوشارز وأطلع حيث نشر صورة لهم عبر حسابه وعلق علي أتمنى أن يكون هذا الموسم مليئا بالحب والضحك غير المشروط عيد ميلاد مجيد عيد ميلاد يسوع المسيح فيما نشرت صورة أخرى مع زوجها ليفاندوفسكي وعلقت علي أحبائي أتمنى لكم لحظات جميلة فقط بمناسبة عيد الميلاد أتمنى أن يكون هذا وقت النعيم الرائع والإحتفال بكونك مع أحبائك عيد ميلاد يسوع مجيد عيد ميلاد مجيد أتمنى لكم لحظات جميلة. خبر مؤسف علقة موت كانت من نصيب فنان شهير تحرش داخل القطار. عاش أيامًا من الفقر وأخرى من المجد والإصدار وانحسرت عنه الأضواء لسنوات ثم عادت له متلألئة. حيث تعرض لعلقة موت في بداية مشوار الفن داخل قطار الإسكندرية بسبب زوجة أحد الركاب التي اتهمته بالتحرش بها. إنه الفنان محمد عوض الذي توفى والده وهو في التاسعة عشر من عمره وترك ثلاث شقيقات وأصبح مسؤولا عنهن وأثناء دراسته بالجامعة عمل موظفا بوزارة الزراعة كي يستطيع أن يفي بالتزاماته تجاه أسرته لكن كان حب الفن يجري في دمه وعمل كومبارس في غرفة نجيب في غرفة نجيب الريحاني بأجر ثلاثين قرشا في اليوم وخلال تلك الفترة كانت فرقة الرحان تقدم إحدى رؤيتها بالإسكندرية على مدى ثلاث أشهر سواري، فما كان منه إلا أن يداوم على الذهاب في الثامنة صباحًا إلى العمل بالوظيفة حتى الثانية ظهرًا، ثم يسرع ويستقبل قطار الصحافة في الرابعة ونصف متوجها إلى الإسكندرية ليؤدي دوره الثانوي في العرض المسرحي، ثم يعود بعد ذلك إلى القاهرة في قطار الساعة الثالثة ونصف صباحًا نائمًا فوق الحقائق. الموجودة بالأرقام الجانبية للقطار وذات يوم كان واقفا بين مقاعد القطار في طريق الإسكندرية وغلبه النعاس من شدة الإجهاد وأخذ يهتز يمينا ويسارا ومع اهتزازات القطر القطار ودون أن يشعر مال بجسد النحيل على زوجة أحد الركاب وفجأة وبدون مقدمات أفاق من النعاس على وهابل من الصفعات على وجهه والركلات التي سددها له الزوج بمساعدة الركاب وحتى وقوف القطار بمحطة سيدة جابر معتقدين بأنه يتحرش بالزوجة رد فعلي مفاجئ من نشوى مصطفى تجاه المتحرشين بابنتها صدمت الجميع إن عقد لسانه عن الكلام يتفادى الصفعات والركلات يحاول أن يشرح لهم الموقف وأنه قد غلبه النعاس من, من شدة الإجهاد والسفر والعودة يوميا لكن دون جدوى وكان قريبا من القبض عليه متلبسا إلى أن تدخل البعض الآخر وأنقذوه من براسل الذوب وترجل تنتاب حالة من الزوب وكأنه كبوس بحمد الله أصابته فقط جراء هذه العلقة السخنة أحبائي وأعزائي الخطيب محمود الخطيب يضرب مرتضى منصور بالقضية ويخطف نجم الزمالك ومرتضى يرد بهذه الطريقة يعيش نادي الزمالك حالة من الترقب والحذر المستمرين لمرور النادي بحالة من عدم الاستقرار الإداري بعد رحيل المجلس المنتخب برئاسة منتظم منصور لمدة عام وعودته مرة أخرى منذ أسابيع قليلة، يزيد هذه الفترة سواء داخل النادي الأبيض العقوبات المتتالية التي تعرض لها النادي الأبيض من قبل الفيفا والحكم بحرمان النادي من قيد اللاعبين لفترتي انتقالات وهو ما جعل الإدارة برئاسة مصطفى منصور تقف مكتوف الأيدي وهي ترى المنافس التقليدي النادي الأهلي يفاوض اللاعبين المعارين من النادي الزمالك لعدد من أندية الدوري، في هذا الصدد أكد مصدر مقرب من نادي الزمالك بأن حالة من الغضب الشديد سيطرت على رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بعد علمه بأن هناك أنباء تتردد حول إنتقال حارس الزمالك الواعد محمد صبحي المعار لصفوف فرقه إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي. وهذا بعد استغلال الأهل لوجود بند بأحقية الشراء في عقد إعارة الحارس لنادي فاركو مقابل 15 مليون وأكد المصدر بأن المستشار مرتضى منصور بعد سماعه بهذه الأنباء تواصل بالفعل مع الحارس ووعده بالحضور ووعده بالحصول على فرصة المشاركة أساسيا مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مقابل عدم الموافقة على تفعيل بند الشراء الموجود في عقدهم وبحسب ما ذكرته بعض المصادر الإعلامية المقربة من رئيس نادي الزمالك فإنه لن يسمح بإنتقال الحارس محمد صبحي للنادي الأهلي وفي حال حدوث ذلك فإنه سيدخل في مفاوضات مع معظم نجوم النادي الأهلي وسيهز استقرار الفريق الأحمر مثلما فعل من قبل وخطب عبدالله السعيد وحرم الأهلي منه. شكرا لكم احبائي واعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم امين لا تنسوا الاشتراك بقناه الملكه والامير امين